معنا الآن من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد صباح الخير. اللقاءات الثنائية ما زالت مستمرة بين الأطراف الثلاثة، دعنا في صورة ما يجري وما هو مقرر أن يجري اليوم. نعم مهند، من في هذه الأثناء يجتمع كل من وزير الخارجية الأمريكي إضافة إلى نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد لمتابعة العديد من الملفات التي تهم كلا البلدين بين أمريكا والإمارات العربية. كذلك من المتوقع أن يتم عقد العديد من الاجتماعات الأخرى على هامش هذه الاتفاقيات. هذه الاجتماعات سوف تجمع أيضا بين مسؤولون من الجانب البحريني وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين لمتابعة العديد من حيثيات الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها لاحقا بعد اتفاقية معاهدة السلام التي تمت بين الأطراف. إضافة إلى ذلك، على هامش هذا اليوم سوف يتم هناك عقد اللقاء بين وزير الخارجية البريطاني مع كل من نظيره الأمريكي، إضافة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكية لمناقشة العديد من الملفات الهامة، وخاصة بعد الطلاق الذي وقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي بأنها سوف ترفض أي اتفاقيات ومعاهدات لتوقيع أمريكا مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك إياد الجغبير مراسل سكاي نيوز عربية من واشنطن.